انا عايز اقول لك على حاجه حلوه هتعجبك قوي. كلنا بنحب الرومانسيه، بتحب الرومانسيه؟ يعني مش رومانسي؟ يمكن حضرتك عشان من الجيل برضو ترك مصر من 37 سنه، في مسلسلات ما شفتهاش. فكان في مسلسل جميل اسمه مين ما يحبش فاطمه. المسلسل ده اذيع في رمضان في مصر يعني، كلنا حضرناه. كان بيحكي عن بنت مسيحيه اجنبيه بس اسلمت. غيرت الدنيا. فغيرت الدنيا، الكل حبها. كل حبها، كل الناس اللي قبلتها حبتها. خلاص بقى يعني بقت مسلمه وبقت مؤمنه وكل الناس ابتدت تحبها. واتعمل مسلسل وغنوه مين ما يحبش فاطمه؟ مين ما يحبش فاطمه؟ وفي نفس الوقت كتير قوي افلام مصريه في الوقت الحالي لما يجيبوا صوره المراه المسيحيه يجيبوا صوره المراه المسيحيه في شخصيه المراه المسيحيه البنت اللي بتحب واحد مسلم. لا خليك معايا اكمل. يعني في كذا فيلم يجيبوا مثلا يعني الهام شاهين مثلت فيلم ان هي مسيحيه بتحب واحد مسلم وهكذا. ما علينا، الفكره عايز اقولها لك، لو حصل العكس، واحده مسلمه حبت واحد مسيحي، يا ترى هيعملوا لها فيلم غيرها؟ وهو ما فيش ستات مسلمين بيحبوا رجاله مسيحيين؟ لا في. طيب لو حصل العكس، واحده اسمها فاطمه اتنصرت وبقى اسمها مريم، يا ترى ممكن يتعمل لها مسلسل اسمه مين ما يحبش مريم؟ هل كده الفن بيبقى مراية للمجتمع فعلا، ولا الفن شغال لجانب واحد وبيزور المجتمع؟ اتفضل. اعتقد انك انت، انا كنت بحب فاطمه على فكره في المسلسل ده مين ما يحبش فاطمه، بس انت كده ما فهمتش اللي انا لا انا فهمت هو بيأيد وجهه نظرك، بس انا بطرح لك اطروحه ثانيه حصلت. شوف يا اخي، البعض يعني انا اتناقشت مع اخوه في ثوابت لو انت فهمتها هتفهم التفسير ده. لما يجي النهارده يبث في ذهن واحد او في ذهن مجتمع ان الدين عند الله الاسلام، مع نفسك اسمعني، لا مع نفسك، لا ما هو انت مع نفسك، لا لا لا, لا انت ما فهمتش، لا انت مسلم وان الدين عند الله الاسلام ده مع نفسك، اسمعني لا بس ما تقوليش انا، لا هو بيطبقوا سواء انت رضيت او لم ترضى. انت فهمت معنى كلمه ان الدين عند الله؟ انا فاهم يا عم. لا 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 انا فاهم، الباقي كله كفر. لا اي دين تاني كافر، اي دين تاني ما يلزمناش، هو ده بس الدين. بتفسير الكلام انه اخر شيء او المقبول عند الله هو المقبول عند الله هو الدين الاسلامي والمسلمين. وبعدين في حاجة تانية بتقول لك الإسلام يجب ما قبله، يلغي هو بس. لو أنت حطيت الآيتين دول جنب بعض والكلام ده ما بيقولولكش في وشك، الكلام ده بيدرسوا للطلبة، بيدرسوا كفكر بيدرسوا لمين؟ بيدرسوا للطالب وبيدرسوا للفنان وبيدرسوا لبتاع المسرح وبيدرسوا لضبط الجيش وبيدرسوا وبيعمقوا لرجل الامن. فانت النهارده كون انه مين ما يحبش فاطمه لانها جات لدين الحق، للدين المقبول عند ربنا. بس هو مش ملاحظ ان اللي بيتفرج عليه، ما انت مش قادر، ما هو مش انت مش، هو مش شايفني، لا انت مش في الحسبه، انت مالك، انت مش قادر تفهم حاجة واحدة. ودي جملة انا قلتها من سنين، انت ليس لك وزن في مصر، انت تساوي صفر. دي الصدمة اللي دلوقتي انت بتواجهها. انت في مصر ليس لك وزن، مش صفر، صفر على الشمال، لان الصفر على اليمين ليه قيمة. انت تفهمها زي ما تفهمها، على الشمال. بس خدها احنا بناخد كل حاجه بهدوء،
لو انت فهمت الايتين دول او الجملتين دول وانت انسان اقنعوك بالفكر الاسلامي يكفي انك تعمل ما تعمل مع الاخر. اولا ان الدين عند الله الاسلام، يعني der einzige wahrhaftige religion vor gott ist der islam، يعني الدين الوحيد اللي ربنا بيقبله هو الاسلام. والحاجه الثانيه الاسلام، هم حد فيهم شاف ربنا وقال له كلام؟ اسمعني، ما انت الاسلام بيجيب بما قبله، فانه هذا مكسب لفاطمه اللي كانت اوروبيه واصبحت مسلمه. وبعدين النهارده يعني هم بعاطفه الاخوه بيفرحوا لها، وانت كمالكش وزن ومالكش قيمه ومش محطوط في الاعتبار، المفروض برضو تشوف النماذج الكويسه اللي انت بشوفها. ده تفكير الفن المصبوغ بالصبغه الاسلاميه. فانت بتستعجب ليه انه مين ما يحبش فاطمه؟ انا يعني في نقطه يمكن انت اتكلمت تعليم ومش تعليم وكلام من دوت، يعني انا لاحظت ان انا في بدايه محاوله دراستي للغه الالمانيه نزلت كام فيديو كده الماني من على اليوتيوب، فلاحظت احد اللي بيعلمه الالماني ده عاش بره، عاش في المانيا وتطبع بطبع الماني وتعلم، هو بيدرس الالماني، فكان دايما يقول مثلا محمد جيت ناخ او ده محمد جيه سوهاوزا او ده محمد زروك، فكل الامثله يقول محمد محمد محمد. فقال يا جماعه طب انا قلت محمد كتير محمد كتير محمد كتير، طيب معلش نغير بقى، مش هنقول محمد على طول محمد على طول، ها مصطفى. هو مش شايف، مع انه خلي بالك هو عايش في اوروبا وبيدرس لك الماني، وبيدرس الماني للشخص اللي هو هيروح المانيا، يعني المانيا فيها مايكل فيها جوزيف فيها ميشيل فيها، طب عودوا حتى انت الاسامي دي، لا هو يا محمد يا مصطفى. فهمتك. انا ما هو ما فيش اضافات. السؤال بقى المهم، مش عشان ما نكررش نفس الكلام، تم اسلمت المجتمع جميل، وتم اسلمت المدارس، وتم اسلمت الزي الاسلامي، وتم تحجيب الفتيات مع زياده التحرش في مصر، هل ساهمت الحجاب واسلمت المجتمع في تقدم هذه الدول؟ السؤال ده ما تسالنيش انا فيه، ده المفروض هم يبحثوا ويقفوا مع نفسهم وقفه، هل ده بيؤدي لتقدم المجتمع؟ هل ده بيؤدي الى التسامح ام للتمييز؟ ما انت دلوقتي بتقسم مجتمع، المسيحيه ما بتلبسش حجاب والمسلمه بتلبس حجاب، في صحيح اللي هم المودرن المسلمات اللي هم يعتبروا مودرن او مش شايفين انه فرض ومش عايزين يلبسوا الحجاب، دول برضو يعني ما تنساش انه ربنا هيعاقبهم يعني في نظر، وانه دول ربنا يهديهم. فانت ده واجب بقى الناس اللي هي صناع القرار، هل يفيد التمييز وهل يفيد الحجاب وهل يفيد اقصاء الاخر وهل يفيد انه الفن انه ينشر افكار دينيه متطرفه، وهل يفيد الفن او هل يفيد انه الفن يبقى صورة زائفة؟ ده بقى مصر مليئة بالرجال وبالفنانين وبالناس المفكرين وبالناس العظماء مسلمين ومسيحيين، المفروض يبقى فيه وقفة والناس دي تشوف الاسلوب ده ودانا لفين؟ هل ودانا ان احنا على اي مستوى من الدول المتقدمة، ولا عجبنا الحال ده، ولا لابد نعمل تغيير؟ انا شايف انه وبأمل انه يمكن بالثورة الجديدة
أدركوا خطورة اللعب بالدين، خطورة تمكن رجال الدين والدعاء وبس سمومهم فتواهم بصورة خاطئة. فبدون شك هناك شاب، أنا قعدت مع شباب مصر كتير جدا، مسلم ومسيحي، ولقيت إنه عندهم من الأفكار ومن التطور ومن الرؤية والبصيرة أفضل من مفكرين في أوروبا. ليه؟ زمن السادات والجزء الأول من تاريخ الجزء من سنوات مبارك الأولى ما كانش الإنترنت وما كانش ثورة الفيسبوك وصلت اللي وصلت فيه النهاردة. النهاردة عايز أطمنك، الفيسبوك والإنترنت هو الشمس اللي بتطلع على كل شعوب الأرض وكل أديانة الشعوب، وعلى المسلم والسني والشيعي والمسيحي والكاثوليكي والأرثوذكسي، وعلى اليزيدي وعلى الصيني والهندي والباكستاني. فالنهاردة الشباب هيقف ويحكم بنفسه. هل بهذا الأسلوب تحكم الشعوب؟ وهل بهذا الفن هيؤدي إلى أن احنا نتقدم؟ ما تستعجلش، خلي بال حضرتك. أنا عايز أقول حاجة، فترة اضطهاد الأقباط في مصر، ومصر على أني أقول أن اضطهاد الأقباط في مصر حتى لو أنكر رجال الدين المسيحي، لا، فترة اضطهاد الأقباط في مصر، الفترة الحالية مش عصور الرومان، خطف أقباط وطلب فتاوى، تغرير بفتيات وأسلمتهم، حرق محلات الصاغة، تهجير الأقباط من منازلهم، تعتبر مادة دسمة إعلامية كثيفة يمكن للمؤلفين أن يكتبوا فيها مسلسلات وأفلام روائية رائعة. بشرط أكمل. نعم أكمل. بشرط. فضل. هي أكبر مادة زي ما أنت بتذكر، ومادة علمية ومادة فنية، وممكن تتصور وممكن يتعمل لها دوكومنتيشن وكل شيء. محدش قرب ناحيتها خالص. آه. محدش قرب ناحيتها. تعرف ليه؟ لغاية دلوقتي محدش عمل ليه؟ يعني الإرهاب والكباب والأفلام عن الإرهاب، خاص حاجات معينة، لكن تهجير، خطف، أسلمة، حل محلات صاغة، تكفير أقباط، ما اتعملتش عندي. أنا عايز أقول حاجة، لو حصلت معجزة، لو حصلت معجزة في مصر وتم رفع يد الأزهر عن التحكم في الفن ورقابة الفن، وأكرم ربنا إن يبقى في فن طلق بيصور فعلا مشاكل المجتمع من قتل وخطف وتهجير الأقباط وبيناقش مشاكل الأقباط، هل لو حصل هذا الفن الحقيقي الذي ينقل الرؤية الصحيحة الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع، هل تتوقع تدريجيا تغيير في فئات المجتمع وتغيير في المجتمع المصري للأفضل أم لا لو حصل؟ بكل شك ولا أشك، بكل تأكيد مية، وبكل تأكيد لا. ولا أشك 1% بأنه حنخطو خطوات لا تتخيلها ولا في حلمك للأفضل. ليه؟ لأنه في الفترة الساداتية والفترة المباركية كان بيستغل الدين وبتستغل أسلمة الفن للمصالح السياسية ولخدمة أغراض معينة. في جيلنا احنا ايام عبد الناصر لغاية يمكن اول سنتين ثلاثة في عصر السادات، هو كان منشغل بالاعداد لحرب اكتوبر، ما كناش بنسمع مسيحي ومسلم،
كنا بناكل من طبق واحد، كنا بنقطم من السندوتش انا واخويا المسلم، لا فيه نجاسه ولا فيه يقول لك لا لا انا اقول عليه وحش ولا هو يقول نجس، كنا بنقطم السندوتش من بقين مش من طبق واحد، كنا بنشرب من كوباية شاي واحدة، يعني هو يشرب من الكوباية ويقول لي وياخد منها يشرب منها بدون ما يبخرها ولا حاجة، مفيش كان الكلام ده. وكانت الـ الـ الأخ المسلم والزميل المسلم كان بيراعي شعورك، لأنه ما كانش فيه إعلام فاسد وما كانش فيه إعلام بينتهك أفكار إسلامية، بس أفكار إسلامية راديكالية، لأنه أخويا المسلم ده اللي قبل السادات وقبل حرب أكتوبر وقبل خروج الإخوان وقبل تنشيط الجماعات الإسلامية هو هو ابن مصر، وهو هو أخويا وجاري وابن بلدي. أنا كانت جارتي المسلمة أم زميلي وجاري في البيت، لما أجي وأمي وإخواتي يكونوا عند جدي تقول لي تعال يا ابني كل مع أخوك، أعمل لك طبق فول أو أعمل لك طبق بيض أو تاكل إحنا طبخين كذا، لأنه أمك هتتأخر النهاردة. دي كانت الجيرة، دي كانت مسلمة أم عبد المنعم وأم عبده وأم محمد وأم فتحي، ما كناش بنتعامل بأنه كفرة، بغض النظر أنه ما كانش فيه التمثيل الفني، لكن المجتمع كان لسه سليم. فهمني؟ فأنا أتوقع لو طلع النهاردة جيل متفتح على الإنترنت وعلى الفيسبوك وجيل متفتح على العالم اللي أصبح قرية صغيرة وأدرك النهاردة إن المتاجره بالدين دي بتؤدي إلى خراب وتقسيم، لو طلع هذا الجيل هنعيش مصر الحكيمة العظيمة اللي فيها المسلم والمسيحي مواطنة واحدة. لكن للأسف الذي بذر بذور الفتنة وبذور الانشقاق أنا في رأيي هو الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، اللي صنع في مصر وأراد لها أن تتأخر مئات السنين بل وأجيال كثيرة. كلمة بنقولها بأمانة وبنقولها لولاة الأمر في مصر وبنوجهها للسيد الرئيس السيسي اللي احنا كلنا بنحبه وبنفخر بيه وبنحط عليه أمل كبير جدا جدا في تقدم مصر، زي ما كانت الآلة الإعلامية لها دور كبير في ترهيب المجتمع وفي صناعة إرهابيين وفي نشر التعصب داخل مصر، نفس هذه الآلة الإعلامية هي التي كانت هي الداء، من الممكن جدا أن تكون هي الدواء. الآلة الإعلامية يجب أن تعمل في حرية كاملة، يجب أن تنقل كل شيء وتعرض كل شيء بشفافية حتى ينهض هذا المجتمع. يجب أن يكون هناك جرجس بجانب محمود في الإذاعة والتلفزيون، يجب أن يكون هناك ميخائيل بجانب محمود للإنتاج الأفلام وفي تمثيل الأفلام، يجب أن يكون هناك مشاركة بين كل فئات الشعب، يجب أن نرى برامج الأطفال تأتي المذيعة بمايكل وتأتي بمرقص بجوار حسن وحسين،
يجب أن يرى الشعب هذا وأن يعلم الشعب أننا فئة واحدة. يجب أن يكون الإعلام ممثل لجميع فئات الشعب حتى يتم لهذا المجتمع النمو. يجب أن نلقي الضوء على كل ما يحدث من ظلم أو افتراءات أو قصور لأي طبقة من طبقات المجتمع. إذا أظهرنا الحقيقة ستظهرنا الحقيقة. إذا طهرنا الإعلام ستتطهر نفوسنا. سيعلو هذا المجتمع وسوف ينمو حتى نصبح مثل الدول الكبرى المتقدمة. مين ما يحبش فاطمة؟ كلنا بنحب فاطمة. زي ما كنا بنحب فاطمة وماريا وماريكا وراشيل أفلام محمد فوزي زمان، أو حسن ومرقص وكهين. راح كهين وفضل حسن ومرقص. هل يا ترى هنستنى لغاية ما نلاقي حسن لوحده؟ أكيد حسن ما يقدرش يعيش لوحده، لأن مرقص لازم يكون جنبه، لأن مرقص نفسه ما يقدرش يعيش من غير حسن، لأنهم أولاد بلد واحدة ولدوا فيها وتولدوا فيها وعاشوا فيها، ولازم يمشوا مع بعض ويكملوا الطريق عشان البلد دي تنهض. النهاردة إن شاء الله هنسمع يا حبيبتي يا مصر من شادية، وهنسمع كمان زوروني كل سنة مرة من فيروز. ومش هنميز بين شادية وفيروز ونقول مين الأحلى، شادية المسلمة ولا فيروز المسيحية، لأني فعلا يا حبيبتي يا مصر وفعلا بحب زوروني كل سنة مرة، وياريت تزورني كل سنة أكتر من مرة. شكرا لأخي الحبيب الأستاذ ديفيد اللي تعب وجي من مسافة كبيرة قوي عشان يزور يعمل هذا اللقاء. أشكرك وأتمنى كل فترة أسعد بمقابلتك وتناول هذه القضايا، وأتمنى أن احنا نعبر عن مشاعرنا لإخواتنا في مصر، وبنقولها بكل صدق، إخواتنا المسلم قبل المسيحي والمسيحي قبل المسلم. العدل أساس الحكم، وأنا كنت دايما بقول لإخواتي المسلمين أنتوا بتقولوا بس المعتدلين، الناس اللي بتحب الإسلام واللي بتدافع عن الإسلام، الإسلام دين الحق ودين العدل. إحنا عايزين ينولنا شيء من الحق والعدل، من الحق والعدل اللي أنتوا بتفتخروا بيه، عايزين إحنا نفتخر بيكم ونقول إنه دول بيثبتوا للعالم إنه الإسلام دين حق ودين عدل، واحنا اول المجربين واللي نشهد له بالتجربه. لكن للاسف ظهور الاخوان المسلمين والجماعات المتطرفه الراديكاليه افسدت مصر ورجعت مصر لمئات السنين. احنا بنطلب من ربنا انه يقوي الراجل اللي هو جه وانقذ مصر. انا ما بحبش امدح كتير، لكن انا قلت عليه في احد اللقاءات انه هو الجراح العظيم اللي جه وبدا بمشرته انه ينتزع هذه الافه وهذا المرض الخبيث اللي هو أنا بسميه الجماعات الراديكالية. نتمنى من ربنا أنه يوفقه في أنه يبني مصر، يبني مصر لكل شعوبها، للمسلم للمسيحي للشيعي للسني لكل طوائف مصر، للنوبة للصعيد والكل. وهو بيعمل إنجازات عظيمة ورهيبة جدا. مشاريع النهاردة يكفي أنه في 7000 سنة ما تعداش عدد الطرق أو طول الطرق المصرية أكتر من 1500 أو 2000. النهاردة بيضيف لهم 1000 أو 2000 تاني، وهي دي طريق النجاح اللي هو عملية الانتقال في داخل القطر المصري، المشروع القومي الكبير. لكن عايز أقول حاجة واحدة،
ما نقدرش نلقي على السيسي كل أحمال مصر. لازم بجانب هذا الجراح الماهر لازم يكون فيه استشاريين وفيه أطباء تانية واقفين معاه، ولازم يكون فيه ممرضين، ولازم يكون ناس بيعتنوا بكل شيء. دي جراحة، دي عملية جراحية بيخلص مصر من أسوأ مرض مر عليها. نتمنى للجراح إنه ربنا يكرمه وإنه ينجحه. الرئيس السيسي بنتمنى له النجاح من كل قلوبنا. مش عايزين نبالغ في المدح، لكن بنتمنى له إنه ربنا يطول في عمره وإنه يخدم مصر مع زملائه ورجالة مصر اللي إن شاء الله هيقودوا مصر لطريق أفضل ولفن أفضل. فن بدون تمييز، فن بدون ديسكريميشن، فن بيخلق أجيال تعرف قيمة الفن وحرية الفن وعظمة الفن وتقود لمصر عظيمة. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا لك. سعيد جدا بأن أنا الله يبارك فيك. تعيش أحلى سعادة أكثر. تشريفك وتنويرك. إن شاء الله للقاء آخر. إن شاء الله. شكرا لكم أحبائي على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم قريبا إن شاء الله.